الشباب يحتاج إلى إدماجه في مشروع وطني واضح. الشباب يحتاج إلى مرافقة بالتربية، بالتكوين، بالعلم، بالمعرفة، بالثقافة. ونحن في معرض الكتاب بالقراءة، بالاستئناس بالقراءة، بتعلم القراءة. الشباب يحتاج أيضا إلى وعي بشروط ومكونات الانتماء الوطني. بعبارة أخرى، هناك مدخلان على الأقل يعني أساسيان لسياسة وطنية للشباب. المدخل الأول هو أن نقول بأننا نكون مواطن، وبالتالي نكون وطن المستقبل. ما هي القيم؟ ما هي المبادئ؟ ما هي القواعد؟ ما هي الثقافة الجماعية التي يمكن أن نسلح بها هذا الشباب لكي يصبح مواطن الغد، كما نريد أن يعني أن يكمل المسيرة الوطنية التي اخترناها كمجموعة وطنية، طبعا داخل الاختلاف وتعدد الآراء إلى غيره، ولكن هناك أشياء يجب أن تكون جامعة ونتفق حولها. والمدخل الثاني هو أن نعطيه الأدوات لكي ينجح في حياته الشخصية هو كإنسان كفرد، وأن يكون مقتنعا بأن ما نقترحه عليه في هذه المرحلة ليست إكراهات هكذا مجانية لأننا نريد أن نشوش على راحته أو على حريته، لا، ولكن لأن يجب أن يفهم من تجربة المجتمع الذي سبقه، أي ما يسمى الراشدين أو الكبار إلى غير ذلك التي تشكل المجتمع، بأنه هناك أشياء إذا لم يكن متوفرا عليها في الميدان التكوين والمعرفة لن ينجح في حياته كما يريد.